أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الجمع بين سكرات الموت وبين من يموتون فجأة من الكفار والمسلمين ولا يجدون حر الموت؟ مش يدريك إنهم ما يجدون حر الموت؟ ما أحد يموت ولا يجد حر الموت، ما هذا نفي بدون دليل. بل ربما يكون الذي يعاني من سكرات الموت أخف من الذي يموت فجأة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.